ما هو الحل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أوجد لنا حلا صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح البخاري. وصيتي لك، لأن ليل الشتاء طويل يا أخي، تنام بدري، تقوم مرات في الليل، إذا قمت من الليل فقل هذا الذكر تضمن المغفرة بإذن الله، فإن قمت وصليت فأبشر بالخير. يقول عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل، يعني استيقظ انقلب قام، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، غفر له. فإن قام وتوضى وصلى قبلت صلاته. رواه البخاري عن عبادة بن الصامت، قلت فيه: ومن تعرى الليل للعبادة، عند البخاري جاء عن عبادة. شكرا لكم.